مساء الخير وإلى حلقة جديدة من مانشيت المساء. ضيفت هذه الحلقة عليا المبيض كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدى مصرف جيفريز انترناشنال. على صفيح ساخن وضعت كل الملفات اللبنانية من حكومية معيشية مالية واقتصادية. لم يعد من أفضلية مرور لملف قبل الآخر بعدما تسابقوا جميعا على السقوط في الهاوية التي لا قعر لها. صورة الشارع استعادت مزيجا من المطالب السيادية لانتفاضة 17 تشرين والمطالب المعيشية بعدما حلق الدولار في قفزات قياسية تجاوزت 10,000 ليرة وأصبح الفقر نزيل أكثر من نصف الشعب اللبناني. أي مقاربة للأزمة المالية والاقتصادية الحالية؟ هل من مخارج وهل من سقف لارتفاع الدولار؟ في حلقتنا الليلة من مانشيت المساء، العلامة الفارقة أنها تصادف في يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وما يحمل من رمزية لكل امرأة ناضلت نافست واحتلت المواقع المتقدمة، فإن لم تشكل وقعا لا يمكن تخطيه فإنها بالتأكيد تركت بصمة لا تمحى. نطل في حلقة الليلة من مانشيت المساء بوجه نسائي، هي فاعلة ناشطة مقررة ورائدة في العمل والمال والاقتصاد لتشريح الواقع الاقتصادي والمعيشي وطرح الحلول. نرحب بالاستوديو بكبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدى مصرف جيفريز انترناشنال عليا المبيض، وبكل المستمعين والمتابعين. ونذكر بأن حلقتنا منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي وكل عيد وأنت بخير. مساء الخير وأنا بعايدك وبشكر صوت لبنان وبمثل المشاهدين، شكرا كتير للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. السؤال طبيعي ما ناخده اليوم مما يجري في الساحة ميدانيا، أول شيء التحركات الاحتجاجية، الدولار يلي قفز، رد الاجتماع الأمني الاقتصادي واعتبار أنه ما جرى بالنسبة للدولار ما ردوا إلى المنصات المجهولة وإلى جهات خارجية. هل فعلا شو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار؟ يعني لا شك انه الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي واللي هلا عم ينسحب اكيد على الوضع السياسي والامني عم بيعمق حدة الأزمة سدحة. وأسباب ارتفاع الدولار هي أنا برأيي عندها ثلاث أسباب أساسية. سبب هيكلة هو مرتبط بطبيعة الأزمة اللي عم بمر فيها لبنان، اللي هي أزمة متلازمة مصرفية، أزمة دين وأزمة ميزان مدفوعات، ولا سيما عم نشوفها يعني بينكمش كتير حد للاقتصاد. فوقتها بيكون عندك انت وهن كبير بالاقتصاد عم ينكمش بالسنة حوالي 25% بمعدل بسنة 2020. السبب التاني الهيكلي كمان هو عندك فجوة بمصرف لبنان، بمعنى انه في وضعية سالبة بالعملات الاجنبية بتتخطى 50 مليار، اذا ما احتسبنا اكيد دون احتساب الذهب. فهيدي لحالة هي عوامل الهيكلية بتجعل انه بتسبب انهيار ليرة بأي بلد، كيف اذا بالحجم يلي هو بلبنان. تاني عامل هو عامل انه العملة وسعر الصرف هو مثل سعر اي سلعة، يخضع لعوامل الطلب والعرض. فمثل ما قلت يعني العرض ما في، لانه نحن عنا شح بالدولار وكلنا بنعرف انه ولو في مدعية سلبية لانه عنده مصرف لبنان مطلوبات بالدولار أكبر ما عنده موجودات، والموجودات الموجودة اللي هي بعدهم عم بيقولوا نحن ما عنا أي تأكيد على 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 إنه هيدا الرقم ال 17 أو ال 20 مليار اللي صرح عنه هو مزبوط. في شح، ففي شح من جهة العرض وفي طلب متزايد، وهيدا الطلب المتزايد هو جزء منه مرتبط ب سوء إدارة الأزمة، يلي بدل ما تحل المشكلة بشكل شمولي ولا سيما المشكلة المالية العامة عم تلجأ لطبع
يعني طبع العملة، وشفنا زيادة المعروض من العملة اللبنانية خلال سنة ثلاث مرات زاد، وبالتالي كل ما تزيد انت طبع عملة كل ما بيصير شغلتين، من جهة بيزيد التضخم لأنه العالم عم تروح يعني بتطلب سلع لحتى تخليها عندها بالبيت لأنه من خوفها أنه تزيد الأسعار بالمستقبل، وبتروح كمان على السوق السوداء لتطلب أكتر بالدولار، وبذلك نحن صرنا بهالدوامة اللي هي بنسميها أكيد يعني حلقة مفرغة. وآخر سبب وعامل هو العامل النفسي والتوقعات، لأنه وقت أنت بتشوفي أنه أنت فتت بهالدوامة بتصيري بتقولي طب إذا اليوم بتسعة بكرة بعشرة، فبتصيري بتساهمي فيها بطريقة غير مباشرة. بس كمان العامل الأهم هو أنه اليوم أنا برأيي المواطن والمواطن اللبنانية هن ما بقى شايفين أنه يعني من بعد سنة وأكثر من عدم قدرة السلطات بكل يعني مراكزها ومراكزها على مقاربة الأزمة بشكل واضح بشكل شفاف بشكل يحفظ حقوق ويعني المواطنين بشكل عادل، يحمل الخسائر بشكل عادل، شايفين انه في ما بدي اقول بس انه في تخاذل تام عن المسؤولية بالشأن لمحاكاة الشأن العام، فهيدا بينعكس على توقعات الناس انه الأسوأ آتي، وهيدا بيزيد هالحلقة المفرزة مفرغة للأسف. اليوم اجتماع قصر بعبدة رد ارتفاع الدولار الى جهات ومنصات خارجية عم تلعب بالنقد اللبناني، عندك قناعة بهيدا الشيء؟ أنا كاقتصادية ما فيني، يعني أنا بتطلع على تجارب البلدان وخاصة بلدان النامية يلي إذا بدي أقول وجود سوق سوداء للعملة هو شك أوقات بيكون طبيعي في ظل الأزمات، فكيف إذا كانت الأزمة بحجم الأزمة لبنان وين الخسائر يعني بالقطاع المصرفي والمالي بما فيها مصرف لبنان يتخطى 150-170% من الناتج، فبالتالي يعني هيدا برجعنا هذا العامل الهيكلي الأول، هالمنصات ممكن تكون موجودة إذا بدي أقول عم بتحرك الدولار بشكل آني موضعي وفي تهتز زبزوبات. هلأ يمكن أنا برأيي أكيد أنه ما في شيء ببرر يوصل هلأ الدولار فجأة وخاصة يعني بأيام ما فيها عمل وسوق مالي عم يشتغل، يمكن في ناس، ما ننسى أنه في موجود دولارات بالمنازل وكاش بأيدي الناس، فهيدي أكيد بتأثر، وفي كمان سوق صرافي منه رسمي ومنه غير رسمي، فهيدي كلها عوامل بتأثر. بس العامل الأساسي يلي أكيد بيقلنا أنه سعر صرف الليرة بمقابل الدولار لا يمكن أن يكون 1500، وبعد ما خسر مصرف لبنان من بداية العام 2020 لآخرها أكثر من 10 مليار دولار من احتياطياته، أكيد ما لح يكون لا ب 3900 ولا بال 4000. معناتها أنه اليوم عم يرشحوا صعوده للدولار لفوق ال 15000، والبعض أيضا كمان طرح 100000. بتشاطري انه اليوم الدولار انا بقول انه اليوم طالما نحن اولا ما بنعرف بوضوح حجم الموجودات الحقيقيه لمصرف لبنان، لانه بعد ما صار في تدقيق جنائي واضح ولا شفنا شو هي المطلوبات للدولة ولا المؤسسات العامة ولا مصرف لبنان بشكل يعني مدقق من قبل جهات عندها مصداقية مهنية وقانونية، من الصعب جدا نحن أول شيء نعرف هالقعر يلي نحن موجودين فيه من جهة، وبالتالي أنه كتير صعب أنا أقول وين ممكن يكون الدولار بغياب هيدي الأرقام الواضحة. وأنا بقول لك الضحى أي شيء أي حدا حيجي يعطيك رقم هو كله أنا برأيي توقعات وليست بالضرورة يعني مبنية على نحن اللي بنسميه يعني وقائع علمية مؤكدة. طيب اليوم أنت ست عليا المبيض، هل أنت مع بقاء سياسة تثبيت العملة أم أنت من محبذي سياسة النقد الحر؟
اليوم يعني سياسة تثبيت العملة أثبتت بلبنان نجعتها بفترة معينة من تاريخنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بس بنفس الوقت أي سياسة تثبيت لسعر النقد ما بتكون عم تتلازم مع لجم الاختلالات اللي نحن بنسميها اختلالات ماكرو اقتصادية. شو يعني؟ يعني العجوزات بالمالية العامة من جهة، والعجوزات على مستوى الميزان الجاري لميزان المدفوعات، واللي هي نحن بلبنان من يعني exactly من سنة 2000 هي بنسميها عجوزات ثنائية twin deficit، هي اللي أدت لتراكم هيدا الدين الكبير. ولا نحن اعتمادنا على هالمنظومة لجلب واستقطاب الأموال عبر إبقاء هوامش مرتفعة على وديع الدولار بيننا وبين الخارج، يعني هيدا الموديل يلي استعملناه لنحن لنثبت سعر الصرف ما كان ناجع، لأنه ما عملنا شيء لحتى نلجم هالعجوزات، وبالتالي نحن كنا عم نثبت اصطناعيا سعر الصرف بهالكلفة الكبيرة يلي رأيناها، وأهم هالخسائر يلي حكيت عنها بمصرف لبنان، وبالتالي كانت هي سياسة غير ناجعة على القليلة خلال 15 سنة الماضي. وهيدا أدت يعني نحن منشوفها وقتا منتطلع بضمور التنافسية الاقتصاد، يعني من مؤشرات أنه ضمور الصادرات وغلاء المعيشة ويعني اللجوء اللبنانيين للسياحة الخارجية، لأنه صار يعني قيمة العملة عندنا أرخص من العملات برا. فهيدي كلها بتدل على انه كنا نحن بحالة هالمرض يلي هو سببه سياسة تثبيت سعر الصرف، وبالتالي علينا نحن انه نراجع هيدي السياسة. واليوم خاصة انه نحن عنا دين غير مستدام، في حاجة لجم يعني عجوزات المالية العامة، وعندنا فرصة لأنه بهيدي الأزمة إذا بدي أقول الشيء الإيجابي الوحيد يلي عم نمرق فيه هو أنه قدرنا نلجم كتير عجوزاتنا الخارجية، لأنه انخفض عجز ميزاننا الجاري من العام 2019 من حوالي 14-15 مليار بالسنة لست مليارات. فاليوم باعتمادنا سياسة سعر صرف مرن بالمستقبل منكون نحن ممكن أنه نساعد باستعادة تنافسية الاقتصاد. بس أنا بس حتى ما حدا يفهمني بشكل غلط، ما فينا نحن نروح باتجاه سياسة سعر صرف مرن إذا ما كنا عم نحط مع هالسياسة سعر الصرف الجديدة والسياسات النقدية الجديدة سياسات مالية وسياسات اقتصادية مواكبة لتدعم إذا بدي أقول سياسة سعر الصرف المرن. البنك الدولي طرح عدة أفكار بهيدا الإطار. دوره اليوم صندوق النقد الدولي بلبنان، عندنا بديل غير صندوق النقد الدولي؟ اليوم للأسف اليوم يعني نحن اليوم 8 أدار 2021 بوقت أنه لبنان حاجات التمويلية الخارجية بكل سنة هي حوالي 7-8 مليار دولار من جهة، بالإضافة إذا مثل ما قلت للخسائر الموجودة يعني من 50 مليار وأكثر بمصرف لبنان، بالإضافة لإعادة هيكلة مصارف تتطلب على القليلة 30 مليار تاني، فما حدا لح يعطينا كل هالمليارات الدولارات يعني بدون ما يكون في خطة واضحة، وهيدي لحتى ترجع إن كان التدفقات المالية اللي نحن بحاجة لإلها لحتى ننعش اقتصادنا، أو حتى الاستثمار اللبنانيين يعني من الدياسبورا أو الداخل ليرجعوا يحطوا بالاقتصاد، هيدي بتتطلب مصداقية لبرنامج الإصلاح، وهالمصداقية عادة لا يعطيها إلا برنامج بيجي بإطار تعاون مع صندوق النقد، خاصة أنه لبنان تخلف عن الدفع وهو بحاجة أنه يفاوض دائمين
يكونوا، والدائنين ما رح يقبلوا تفاوض الا باطار ووجود لبرنامج مع سن وقام. بس هون بس بحب اقول شدد، انا مني ابدا، وهذا الشيء صار لي بقوله وبجدده من زمان وشفناه، لانه انا بشتغل وبراقب بلدان كتيرة هي عندها برامج صندوق النقد من مصر لتونس للاردن لباكستان حسب. بس العامل الاساسي يلي بيحدد نجاح اي برنامج صندوق النقد هو اولا انه هيدا البرنامج يكون برنامج عنده بعد وطني، يمثل مصالح مكونات المجتمع والمكونات يعني عوامل الانتاج المتعددة بالمجتمع، من قطاع خاص لعمال لنقابات، وبالإضافة أكيد للمستثمرين يلي عندهم ستيكس أو مصالح بالاقتصاد، وكمان بيكون هو عنده بعد اجتماعي، لأنه نحن اليوم الأزمة الحقيقية واللي هي لازم تطبع أي سياسة مالية بالمستقبل بإطار عملية توزيع الخسائر وإعادة إذا بدي أقول العدالة الاجتماعية، هيدي كل عوامل لازم تكون عليها توافق وطني. ومن هون اليوم إذا بتطلع مثلا بمصر، هلأ فيك تقولي لي أنه مصر منه كان بلد ديمقراطي وفي في سلطة مركزية قوية، وبالتالي هيدي دفعت، بس كان في برنامج وضعوه يعني بيروقراط ومسؤولين مصريين قبل ما يحاكوا يعني صندوق النقد. واليوم عم نشوف انه وين هل اذا بدك المقبولية المجتمعية ما كانت موجودة وصلبة مثل بتونس، تعسر برنامج صندوق النقد. مشان هيك الاساس هو برنامج يكون في عليه توافق وطني، وللأسف نحن يعني عبرة من الخب من 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 التجربة اللي صارت خلال الست أشهر الماضي تحت يعني هالحكومة الحالية المستقيلة، هي إنه عندما وضعت هالبرنامج يعني الإصلاح المالي والاقتصادي ما واكبته بحوار وطني مع كل الأطراف وبسياسة كوميونيكيشن وإفصاح وشرح، وبالتالي تم الهجوم عليه. وإذا بدك بعده صالح مثل هلأ يعني مع هالتطورات يلي عم بتصير مع ارتفاع الدولار، مع موازنة مش معروفة هذه الموازنة إذا كانت فعلا يعني بتعكس الحقيقة المالية للبنان، بعد صالحة هذه الخطط بالأرقام أكيد غير صالحة، لأنه مثل ما قلت يعني من 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 سنة لهلأ وحتى من ست أشهر لهلأ لبنان خسر تقريبا 6-7 مليار زيادة من احتياطياته، والانكماش الاقتصادي اللي على أساسه بني برنامج الحكومة كان بتصور بال 15-16، نحن عنا انكماش 25 كان ب 2020، وبالتالي الأرقام هي تحكم إعادة النظر بتوازنات هالخطة يلي وضعت. ولكن أنا يلي بقول أنه المقاربة تبعية الخطة يلي هي مقاربة بتقول أنه نحن لنقدر نظهر من هالمشكلة علينا أنه يكون في عنا مقاربة شاملة، يعني فيها إعادة هيكلة الدين يلي هي حتحدد مستوى الخسائر بالقطاع المصرفي والمالي، واللي على أساسها سيدوم إعادة هيكلة المصارف وإعادة تحجيم أو إعادة يعني وضع حجم للقطاع المصرفي يتناسب مع الوقائع الاقتصادية الجديدة كنسبة للناتج. أنا ما عم بحكي عن عدد المصارف يعني حتى ما، لأنه في ناس أنه غلط تحديد عدد المصارف، لازم نحن طول نحن نتطلع على نسبة للناتج. يعني المقاربة اللي فيها خطة مالية تصحيح مالي إعادة هيكلة الدين هي بتحكم إعادة هيكلة المصارف، وبالتالي إصلاحات هيكلية لدفع النمو لقدام. هيدي هي ركائز الخطة يلي كانت ولازم تضلها هي الركائز، ولكن هلأ يمكن بعض الأرقام
تغيرت كتير، وهيدا حيفرض تنازلات بعد أكبر، إن كان بالنسبة لتحميل بعض الأطراف خسائر أكتر من غيرهم. ومن هون بنرجع لأهمية أنه يكون في حوار حول أي خطة تبنى على الخطة القديمة، لسيما وأنه صندوق النقد، وهون هيدا الشيء لازم نشدد عليه حتى ما نرجع نخسر وقت. شو بده يعتني صندوق النقد؟ قال أنه هو بيوافق على هالمقاربة. وأنا يعني يمكن حضرتك بتعرفي ب أواخر سنة 2019 وضعت دراسة مع زميل عزيز لإلي اسمه جيرار زوين. ونحن حطينا مقاربة مماثلة وفرجينا يعني مخرج للأزمة بطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل، واعتمد عليها بشكل كبير، يعني عدد كبير من من الخبراء والمسؤولين، وطرحناها وناقشناها مع شو اللي بيمنع اليوم مثل هذه الخطط ما تتنفذ؟ اليوم اللي بين، يعني يلي تبين، وهيدا يلي الشيء اللي افشل خطة الحكومة السابقة، يعني بالإضافة انه هي ما كان عليها توافق وطني، يعني هذا جزء من الفشل تبعها، هو كمان انه في تضارب مصالح، وهو في انه كان كتير واضح وبعضه شيء واضح لهلأ، انه في فرقاء يتضررون لان من 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 الطرح يلي يعني وضع على الطاوله، ويلي بيطرح ضروره اعاده هيكله المصارف، تحميل المودعين وقتها جزء من الخسائر عبر بيلين، او يعني تحويل الودائع الى اسهم، او استقطاع من الودائع، وبالتالي صورت للراي العام انه هيدا هير كات لح ياكل اموال المودعين. بوقت صدوحة شو صار من وقتها لهلا؟ خلصوا كل الاموال بالضبط. يعني اليوم اذا بدك فعليا الهير كات يلي عم بتفرضوا سياسه التقاعس او سياسه تعطيل الحلول يلي شفناها منذ اكثر من 6 شهور، هي فرض على المودعين دي فاكتو اليوم يعني 70% هير كات، لانه عم يسحبوا 3990 وعم بيروحوا بيشتروها بال10000، بالإضافة كمان للشي اللي منسميه نحن ضريبة التضخم، يلي هي مش بس على المودعين، وهيدا الأخطر كذلك، يلي هي ضريبة على كل المجتمع عبر الانهيار المتمادي والمستمر لسعر الصرف والتضخم المفرط يلي 150%، وهذا الشيء يلي شفناه ب فنزويلا وبلدان تانية. مبدأ ينصرنا مثل فنزويلا، يمكن ما وصلنا بعد لمستوى التضخم المفرط يلي وصل، لأنه بفنزويلا وصل ل100,000 وزيادة التضخم. ستعلي السؤال، كنت عم تحكي عن إعادة هيكلة المصارف، التعميم 154 يلي أصدره حاكم مصرف لبنان، يعني بتعتبري أنه إجا متأخر أم أنه كان فيه ياخده بوقت سابق من هلأ؟ أنا برأيي يعني أهمية التعميم هو بفكرة أنه إعادة الرسملة، ولكن مش بس توقيته غير مناسب. أنا برأيي الأهم أنه هو عم يجي بدون ما يكون بإطار هالحل الشمولي اللي تحدثت عنه. نعم. يعني اليوم أنت عم تطلب من المصارف أنه يحطوا يزيدوا رسملهم أو بنسبة 20% بوقت ما بنعرف من الودائع، يعني على اهميتها ما عم نقول، بس اليوم بالنسبه للرسمله اليوم عاده انت وقت بتكون في عندك ازمه تخلف عن الدفع، وعندك كمان مثل ما قلت وضعية سلبية لمصرف لبنان ناقص 50%، ونحن بنعرف انه موجودات المصارف حوالي 70% منها هي من كشفة على دين السيادة، يعني على دين الدولة اللي صار اليوم جنك، وعلى ودائع بمصرف لبنان. 70% من هالأصول من كشفة على يعني على الدولة وعلى مصرف لبنان يلي ما قادر يرد لها إياهن. فأنا ما فيني رسمل دون ما أكون عارفة كيف بدي حل مشكلة هالديون وهالخسائر. فالأربع مليار الرسملة هو أكيد غير كافي بوقت أنه أنا إذا بدي
أعمل إعادة هيكلة للدين لوصل الدين لمستويات مستدامة، بتفرض إعادة رسملة بأكثر من 30 مليار دولار، هالأربع مليار مثل كأنه عم كبهم أنا بدون أي أي نفع. و شو كان يعني شو ليش هالشيء اللي صار انه هيدي يعني نحن بعد ما شفنا الارقام تلبيه لصندوق النقد او شيء؟ لا اكيد لا، لانه صندوق النقد نحن وقفت المحادثات معه، ما في مفاوضات لانه ما فتنا نحن كنا بعد معه بالمفاوضات، بس كان في محادثات. رفض السلطات طرحه لصندوق النقد يلي هو كان عم بيقول انه في ضروره لاعاده هيكله اعمق واشمل للقطاع المصرفي، نظرا لحاجه اعاده هيكله الدين واقتطاع يعني حوالي 70% وقتها من الدين العام. فكيف اليوم من بعد ما انكمش الاقتصاد ب 25% وبالتالي زاد نسبه الدين للناتج، وبالتالي اليوم حاجات اعاده الهيكله بتتخطى هيدا الرقم يلي انجاب. بس اكيد اليوم يعني مع انه نحن بعدنا ناطرين لنشوف تفاصيل اكثر عن 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 كيف تم يعني الايفاء بمتطلبات هيدا التعميم، بس يبدو انه هل اعاده الرسمله ما تمت بضخ فريش كاش بالسيستم يعني بالقطاع المصرفي، وهيدا اكيد طبيعي يعني اي شخص، ولكن عبر اذا بدي اقول عمليات حسابيه على اساس الدولار الموجود بالسيستم. طيب لكن اليوم الوضع المالي، اذا ما نعطيه خلاصه للوضع المالي اليوم شو بتحكي عنه؟ انا بقول انه نحن بعدنا بوضع يعني قطاع مصرفي متعثر بسبب انكشافه على ديون سيادية قيمتها قيمتها 15 سنت للدولار يعني بالنسبة للدين الدولي للأسف، وعلى خسائر لمصرف الدين، وبالتالي هيدا يعني هيدي الوضعية هي وضعية غير سليمة، ونحن بنسميها تكنيكلي هيدي هو زومبي بانكس. وفي حاجة لإعادة هالتواصل والحوار بين المسؤولين عن القطاع المصرفي والمالي من جهة، ومع الحكومة إن كانت الحالية أو المستقبلية بإطار خطة شاملة. طيب هذه الحكومة أو فينا نعمل حل للأزمة المالية اليوم من دون حل الأزمة السياسية؟ أنا برأيي لا، في لأنه في أسباب تقنية وفي أسباب أكيد جوهرية بمعنى يعني ببعد السياسي. على المستوى التقني اليوم للأسف يعني مثل ما حكينا، إذا منسلم جدلا أنه اقتنعنا أنه اليوم كتير صعب نظهر من هالأزمة بدون إعادة يعني فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي. المجتمع الدولي كأنه عم بيقول إنه يعني ما شاف تجاوب من حكومة تصريف الأعمال لجهة تطبيق بعض الإصلاحات الأساسية، وشفنا كمان حتى انه دولة الرئيس يعني بده يعتكف، بمعنى انه في تخلي عن مهامه الاساسية بفترة مفصلية. وبالتالي في تقنيا نحن المجتمع الدولي عم يعتبر يعني هيدي الحكومة غير قادرة على انه تكون طرف للحوار، لانه فقدت مشروعيتها اكيد بالشارع وبانفجار 4 آب وغيره وغيره. من الناحية السياسية أنا برأيي كمان مش ممكن، لأنه هيدا اللي عم بيقوله المواطن، عم بيقول المواطن أنه أنا بدي أعرف وين راحت هالخسائر، وين راحت هالمصاري. أنا قدمت تضحيات كبيرة، خسرت مدخراتي، شبابي وولادي هاجروا، شركاتي سكرت، خسرت وظيفتي، وبالتالي يعني من الصعب، وهيدا شفناه بغير بلدان عند مرقت بتجارب كتير أقل حدة وقساوة، ما قدر أي إصلاح يتقدم إذا ما كان في تغيير جوهري على مستوى المسؤولية السياسية باتخاذ القرار. وهون ما عم بحكي أنا بس القرار الاقتصادي، بس
بصياغة يعني كونترا سوسيال، عقد اجتماعي جديد مبني على يعني استعادة الدولة وهيبتها ومؤسساتها اللي هي يعني مختطفة اليوم، وهذا ما يقوله المواطنون بأغلبيتهم. ست عليا المبيض، اليوم إذا تألفت حكومة قريبا، نحن هل عم نعتبر أن حكومة تصريف الأعمال فقدت، ما عندها أي تواصل مع المجتمع الدولي والمجتمع الدولي مش عاطيها اعتبار، بس كمان هذا المجتمع الدولي اليوم، هذه الحكومة يلي عم ينحكى فيها كمان ما من ضمن التركيب السياسي، يعني كمان في تناقض لدى المجتمع الدولي، ما بده يتعاطى مع هذه الحكومة بس بده يتعاطى مع حكومة مماثلة لهذه الحكومة، ما في تناقض، يعني عشو عم بيعول هذا المجتمع الدولي على تركيب السياسي هي ذاته هي ذاته ولن تتغير. لا أكيد، يعني أنا ما فينا نحكي، يعني المجتمع الدولي بتصور أنه قال أنه هو منه شغلته يحدد مين بده يكون بالسلطة، ومظبوط هيدا احنا بلد عنا سيادتنا، ومشان هيك اليوم الحل منه عند المجتمع الدولي، الحل عنا بالداخل بتوافق داخلي، وهذا ممكن ياخد عدة وجوه، يا عبر يعني المسار السياسي عبر انتخابات هي بتحدد يعني بالتغيير وميزان قوى جديد في المجتمع على أساس هالتجارب يلي مرق فيها البلد، مش بس مؤخرا بس من بعد ما نحن نستذكر شو كلفة، إذا بدي أقول هالطبقة السياسية كانت على المجتمع والاقتصاد، بس كمان ممكن يكون في مسار تاني هو تدارك الوضع يلي هو وضع اليوم نحن رايحين نحو فوضى، إذا ما استمر هالتدهور الاقتصادي يلي بينعكس أمنيا أكثر وأكثر، وتحييد المصالح الشخصية والسياسية الضيقة عبر حكومة مستقلة ممكن تنعطى صلاحيات لا معالجة الوضع الاقتصادي، الأفضل أكيد استثنائية، لأنه اليوم نحن ما عندك أنت luxury of time، ما في وقت أنه لا تقدري تمرق كل هالإصلاحات، وجزء كتير منا بده قوانين تمرق، فالأفضل أنه تكون عندها صلاحيات استثنائية، ولكن أكيد الأهم أنه تكون هي بتمثل الناس بيقدروا يكون عندهم مش بس الخبرة والكفاءة بس كمان المصداقية والمشروع السياسي يلي بيوثق فيه اللبنانيين. طيب ست عليا المبيض، سؤال اليوم، مثل هذه المرحلة اللي عم يمر فيها لبنان، قديش بتقديري الدولار رح يضل نازل؟ يعني هلا أي حكومة جديدة بينزل سعر الصرف عمليا؟ يعني قصدك يتحسن ولا يعني ما رح يكون على ال 11، بيرجع بينزل على ال 5000، بيرجع بينزل على 3009، بالخطه الحكوميه بيحكوا بال 4000. هلا اكيد الخطه الحكوميه انه صارت ورانا وتدهور، هلا اذا نطلع نحن لاخر تقديرات عملها صندوق النقد بتشرين باوائل هيدا العام، حكي ب5000 مزبوط، هن تقديراتهم كانت 5000 بس على أساس أرقام نوفمبر، يعني على أساس أرقام من 3 شهور، يعني على صندوق النقد بده يحسن كمان أو أرقامه. هلأ هاي الشغلة أنه لأقرر على إذا أنه حكومة جديدة مثل ما قلت حسب شو هي مكوناتها، حسب على أي أساس بتجي، حسب أي نوع ممكن نحن نفهم طبيعة الدعم الخارجي اللي ممكن يتوفر لهالحكومة الجديدة، وكمان إذا صار فيها هيدا تواكبت مع ضخ أموال مثل ما قلنا أنه من الداخل الموجودة عند بعض اللبنانيين، أو هي تلازمت يعني مع وعود على أساس برنامجها من المجتمع الدولي، هيدا ممكن أكيد يأثر على سعر الصرف، ولكن هيدا مثل ما قلت أنا بيضلوا آني إذا ما أخذت الإصلاحة. يعني طبقت، لأنه نحن كتير شاطرين، بدك التدقيق الجنائي، بس نحن كتير شاطرين نعمل خطط وبرامج بس ما مننفذ شيء. التدقيق الجنائي عمليا رح يتنفذ
برأيك مع هكذا سلطة اليوم؟ لأنه شفنا معنا مهلة هلا سنة رح تخلص السنة قربت، صار ميري 4 أشهر على رفع بلحقوا. أنا يعني ماني مطلع على تفاصيل المحادثات بين شركة ألفاريز مارسل ولا يعني ألفاريز شوي رح تترك هالعملية. لا أكيد، بس أنه يعني ما بعرف، ما بتصور انعطت كل المعلومات اللازمة. ومثل ما قلنا يعني إذا انعطت يعني وبلشت عملها على أساس أنه رفع سرية المصرفية على بعض الودائع، الحسابات المتعلقة بمصرف لبنان أو غيره، أو بعض الحسابات المتعلقة يعني بعمليات مصرف لبنان. بس أنه الجوهر هو أنه أنا بعد ما أنا بشايفة كيف سلطة هي مسؤولة كان عن الوصول إلى ما نحن عليه، هي رح تقبل أو تعطى ممكن إعطاء مصداقية لا تدقيق جنائي يتم تحت أنظارها وفي ظل سلطتها. يعني حكما هون عم بتطالب بشو عمليا؟ أنا برأيي عم طالب بشفافية أكبر بعملية التدقيق الجنائي، بإفصاح أكبر، إشراق القضاء وأعطائه استقلالية لمواكبة هالعملية. هيدا أساسي. طيب هون بتحط شوية الحق على حاكم مصرف لبنان رياض سلام. البعض بيحط أسئلة أنه ليه لحديث هلأ عم يتذرع بالسرية المصرفية، يعني شو الأسباب اللي بتخليه ما يزود شركة التدقيق بالحسابات وبعض الأسئلة اللي طلبتها؟ هلا انا برايي انه في امور قانونيه انا ماني كتير مطلع عليها، بس انه انا برايي المسؤوليه اليوم باللي نحن واصلين عليه وبالتدقيق الجنائي هي مسؤوليه مشتركه. التدقيق الجنائي لازم يتم على مصرف لبنان كما وعلى بقيه المؤسسات الدوله يلي هي كانت مسببه للضرر الاكبر بتراكم الخسائر وتراكم الدين العام. وبالتالي اليوم نحن أمام منظومة متكاملة هي عم يعني تخلق، إذا بدي أقول، مبررات لعدم تقدم هالموضوع بالسرعة وبالشفافية الضرورية. عمليا يعني فينا نعتبره ملف سائط اليوم، لأنه ما في صار هيدا الملف بأيد اللاعبين الداخليين للأسف. نعم، هيدا التدقيق الجنائي شفنا نحن ببلدان أخرى أنه مشي وقتها كان في كمان إجا ضمن برنامج لصندوق النقد، وبالتالي كان في التزامات أخذتها يعني الحكومة أو أي حكومة تجاه الـ يعني المجتمع الدولي. اليوم التدقيق الجنائي لا يندرج بإطار التزامات خارجية أخذها لبنان تجاه الخارج. اليوم بعد في عنا فرصة للعودة إلى صندوق النقد الدولي، كنا طالبين منه مساعدات، اليوم هالفرصة موجودة مع حاليا؟ يعني فينا هلأ، نحن وقفت المفاوضات بأيار الماضي، فينا هلأ نرجع نطلب نعمل مفاوضات ولا لا؟ اول شيء هذا الظرف التقني بدك لا اكيد هذا الظرف الضاغط اللي نحن فيه اكيد، بس يكون بدك حكومه جديده. يعني بتصور بس هيدا ما بيعني هون، بس بارانتيز صغيره رح كفي شو كيف لازم يصير المسار. بس انا بس بدي اقول انه هذا لا يعني انه قبل ان تاتي حكومه جديده تحاكي برنامج او تحاكي صندوق النقد، لا يعني انه مسؤوليه السلطات اللبنانيه وخاصه يعني مصرف لبنان، لجنه الرقابه على المصارف، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة شؤون كهرباء لبنان، كل المؤسسات يلي هي كانت في محادثات سابقة مع صندوق النقد، ما في شيء ببرر عدم استمرار العمل التقني
اليوم على مستوى شو يعني العمل التقني. يعني مثلا انه نجي نقول نعمل جردي بكل المؤسسات العامة بالعاملين بالقطاع العام، نحدد الخسائر، نكون عم نقوي قدرات وزارة المالية لتقييم استدامة الدين، نكون عم نعمل سيناريوهات لإعادة هيكلة المصارف بمصرف لبنان ولجنة الرقابة تحت سيناريوهات مختلفة لتطبيق اقتطاع من الدين العام. الإحصاء المركزي يكون عم يعمل مثلا مسوحات، لأنه بكل برامج صندوق النقد هيدولي بدهم ينطلبوا. فبدل ما نكون عم نضيع وقت بكرة وقتها تيجي حكومة جديدة بيطلبوا ست شهور أو سنة، هذه الحكومة بإدارتها الموجودة هي قادرة على استمرار العمل التقني. أما مسار الجديد يلي هو لازم ننتقل عليها، اكيد هيدا يعني لناخده على على مستوى الرسمي، لازم يكون في حكومه مع برنامج عمل جديد ايديالي. يعني الافضل يكون مثل ما قلنا في مع اصلاحات في عليها توافق وطني عبر اذا بدي اقول جلسات حوار. يعني بهيدا النقطة بالذات عندك كتير مشاريع اقتصادية مطروحة بالبلد، يعني لأنه عندك البلد اليوم مقسوم صح بالسياسة مقسوم، فكيف يا ترى بالاقتصاد؟ يعني بده يكون في عندك خطط اقتصادية، كل فريق عنده إياها، كيف بدهم يلتقوا؟ في توجهات مختلفة، مشان هيك أنا عم أقول لازم يكون في حوار لمختلف الأطراف لحتى تقدري أنت أول شيء تشرحي أنه اليوم أنت مش يعني مثل زمان فينا نختلف على التوجهات الاقتصادية لأنه أنا بفضل هال الغرب والشرق exactly أو دور الدولة لازم يكون أكبر أو نحن اليوم بأزمة معنا للأسف خيارات متعددة للخروج منها، ولكن هذا لا يعني أنه نحن وعم نحدد أطر الخروج من الأزمة نكون عم نتناقش عن أي اقتصاد مستقبلي نحن بدنا نرجع نخلقه. وهون هالمشاريع الاقتصادية المختلفة، إنه هل نحن بدنا نبدأ اقتصاد الخدمات أو اقتصاد المنتج أو غيره، وأي شروط وأي أطر قانونية وحجم الدولة، يعني هول الأمور بده يكونوا جزء من الحوار. بس أنا بس اللي بدي وضحه صدوحة هو انه في كتير ناس عم تقول انه بس ليش بدأ اي حكومة جديدة تروح على صندوق النقد طالما هالخسائر هالقد كبيرة وهن ما لح يعطونا؟ يعني اكتر شيء ممكن يعطونا اياه انه حسب ناس بتقول 3 ناس بتقول 4 هو حسب، لانه ممكن نحنا نفوت بمنظومة شيء بسموه exceptional access ولوج خاص نقدر ناخد شوي اكتر. بس اكيد حتى لو فتنا باقصى ما يمكن ان يعطيه لنا صندوق النقد لن يكون هذا التمويل كافيا، لانه اولا هذا التمويل يعطى على مدى 4 أو 5 سنوات وباكثر ليكون 8-9 مليار اذا بدنا نكون يعني محظوظين، والمفترض أقل هلأ لأنه صارت أزمتنا أكبر. ولكن مش هو اللي بيعطينا إياه الصندوق هو المهم. أهمية برنامج صندوق النقد يلي مبني على خطة وطنية هو المصداقية لنحنا نقدر نرجع نرجع الثقة بالاقتصاد، نقدر نهيكل قطاعنا المصرفي لنرجع الثقة بمؤسسات نظيفة تقدر تمول القطاع الخاص والقطاع العام بس بشكل مستدام وليس وفق المنظومة القديمة للتمويل اللي كانت سائدة على يعني رفع الفوائد لاستقطاب الخارج. وهو كمان بمجرد وجوده بيسمح مثل ما قلنا أهم شيء نحن نفاوض هالدائنين يلي نحن بدهم منا اليوم أكتر من 17 مليار من الأوادم بعد ما طالبوا هن نطالبوا بس يعني مثل ما قلنا أكيد، بس نحن بحاجة لنفاوض معهم بإطار هالبرنامج الصندوق لنقدر نحن نرجع على أساس هالتفاوض وهالاتفاق معهم نقدر نحن نرجع كمان نمول نفسنا من الأسواق الخارجية، وكمان نقدر نشحذ يعني الكابيتال الخاص تبع اللبناني بالخارج. أدي تقديرك اليوم ما بدنا وقت للخروج من الأزمة اللبنانية؟ يعني عم نحكي بسنة بسنتين أو قديش؟ لا
لا انا برايي سنه يعني اليوم كتير صعب وقت واحد يحدد. يعني انا برايي العمل التقني لاعاده وضع برنامج والتفاوض مع صندوق النقد، اذا اجت حكومه اليوم بدها على القليلة 9 أشهر يعني مينيموم، اذا مش اكثر، مع انه كتير من الامور هي اليوم واضحه وصرنا بنعرفها وممكن الانطلاق، بس هون اهميه يكون في فريق، مش بس فريق وزاري، لانه اليوم المشكله هي بقدره المؤسسات الكاباسيتي بالوزارات انه تقدر تواكب هالعمليه الاصلاح وتخليها تكون مستدامه وما تتعسر بالمستقبل. يعني بدك على القليله لنقدر ننطلق بالبرنامج، وهون بيجي بعدين اذا بدك قدره اي حكومه على اقناع المجتمع بضروره تحمل هالالام يلي بدها تجي. وهون اذا بدك مش ضروري، يعني اليوم اللي عم بخوف انه بيقلك ايه بس صندوق النقد رح يجي ويفرض ان احنا علينا ضرائب اكثر، هيدا بجزء منه صحيح وبجزء منه مش صحيح، لانه اليوم اي برنامج صندوق نقد هو بده هدفه اليوم مش بس بده يكون التصحيح المالي على حساب النمو. اليوم لبنان بحاجة اولا لسياسات مالية واقتصادية تحفز النمو، وبالتالي انا برأيي اي برنامج لصندوق النقد اذا نحن مسؤولين على صياغة برنامج اللبناني بدنا نجي نطالب انه بالتخفيف من حدة اذا بدي اقول الاصلاحات يلي تقتل النمو، ان كانت يعني ضرائب على الدخل المتدني او المتوسط او ضرائب على القطاع الخاص المنتج او غيره، واستبدالها بضرائب اخرى او بتخفيض يعني بعض الانفاق الغير المجدي بإعادة صياغة حجم القطاع العام. يعني في سياسات كتير كبيرة، وأنا برأيي اليوم هو صندوق النقد يعني رح يشتغل مع أي حكومة جديدة لينعمل ديزاين لبرنامج بتحفظ وبتحمي النمو من جهة، وبتسمح للسياسة المالية أنه يكون في شبكات أمان اجتماعي بتحفظ السلم الأهلي يلي هو بده يكون أساسي لاستمرارية القبول بالإصلاحات الصعبة يلي لا شك حيكون إلى وقع سيء على بعض أفراد المجتمع. لا مش المفروض نحن نرفض أنه تكون على حساب الطبقات الفقيرة. واليوم إذا منتطلع يعني على نوعية إذا بدي أقول برامج الصندوق بكتير من البلدان ولا سيما بلدان مثلنا، يعني بمصر أو بتونس أو بالأردن، كل برامج صندوق النقد لحماية الانفاق الاجتماعي لتوسيع الشبكات الأمان، وهي بتكون بالصلبة. فمن هون يعني ما أنت أكيد كله بيسموه بده يكون فيه trade offs، يعني بدك أنت تاخدي من جهة وبتعطي من جهة تانية. الموازنة اللي تم إعدادها بتواكب هالعملية أو بتعتبريها موازنة فيها كتير كمان إجحاف؟ هيدي الموازنة أنا برأيي اليوم للأسف إجت يتيمة، لأنه ما فيها يكون في موازنة بدون خارج إطار إعادة هيكلة الدين. وبالتالي اليوم أي إجراءات نحن منكون عم ناخدها دون مسار الشمولي اللي حكيت عنه، يعني إعادة هيكلة الدين، إعادة هيكلة المصارف، وبالتالي صياغة موازنة ب 2021 وعلى المدى المتوسط بحاكي هيدول المتطلبات هو أنا برأيي غير مجدي. شو رأيك بآخر حلقتنا؟ بدي أسألك سؤال، أنه بيصير لبنان يكون عنده اقتصاد رقمي والاستفادة من الوضع الحالي اللي خلق فرص تميز، يعني بتميزه بهيدا المجال على غرار البلاد الناجحة في المنطقة حوالينا، يعني رح أخذ دبي حتى اليوم ما نروح بعيد. لا أكيد، لا اليوم قادرين نعمل هيدا الشيء. اليوم فضح، اليوم نحنا يعني نحنا غرقانين بأزمتنا، بس العالم اليوم بغير هو محل. مش بس بغير محل، يعني جائحة كورونا فرضت عم تفرض نماذج جديدة للاقتصاد المستقبلي، نماذج تقوم يعني اقتصادية تقوم على الديجيتاليزيشن، على توسيع
يعني حجم وأهمية الاقتصاد الرقمي بإدارة المجتمع، بإدارة الدولة، بإدارة الدولة بالقطاع الخاص وبالمواطنين. وبالتالي هيدا لازم يكون جزء أساسي، حتى أنا برأيي لازم يكون جزء أساسي من هالخطة الشاملة اللي حكينا عنها للإصلاح، لأنه هي بصلب إعادة إصلاح القطاع العام بلبنان، يلي هو بعد بعده بعيد عن هال 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 إذا بدي أقول الديجيتال بابليك سيكتور. في عنا كمان الاقتصاد الأخضر يلي هو كمان جزء جديد من الاقتصاد الأصلي، جزء من الاقتصاد الجديد والمستدام من بعد جائحة كورونا. وهيدا نحن مهم لقلنا، لأنه أولا علينا توفير فاتورة المتعلقة بالطاقة وباستيراد الفيول لتوليد الكهرباء، ولكن كمان الاستفادة من طبيعتنا يلي هي ممكن تكون مولدة للطاقة المتجددة. هيدا جزء تاني من الاقتصاد الجديد اللي لازم نشغل عليه وتنحط له حوافز على مستوى السياسة المالية من جهة، وعلى مستوى إصلاح القطاع الكهرباء والقطاع الطاقة من جهة تانية. ست عليا المبيض، الصورة بختم حلقتنا، ما رح طول عليك، بعرف عندك موعد، مشان هيك اخر صورة اليوم، نحن بالسيء وبعد في عنا اسوأ او لا؟ انا برأيي انا متفائلة بطبيعتي وبتمنى انه بالرغم من كل هالصعوبات يلي نحن عم نمرق فيها، نضلنا نحن مؤمنين بقدرتنا على تخطي هيدي المصاعب، لأنه هيدي هي متطلبات يعني إذا بدي أقول الاستمرار بالاستمرارية الحياة. أنا بلاقي أنه يعني هالأزمة الاقتصادية، كنت بتمنى وقلتها من قبل أنه الوضع الاقتصادي هو يفرض مشهد سياسي جديد. للأسف بعد سنة ونص هيدا الشيء ما صار، وبتمنى مش تكون الفوضى هي اللي حتفرض هيدا المشهد السياسي الجديد يلي هو ضروري للخروج من الأزمة الاقتصادية وإعادة يعني بناء مكونات اقتصاد قوي يحفظ الأمن القومي اللبناني بظل متغير إقليمي كتير خطير عم نواجهه. فأنا بعدني بؤمن بطاقات اللبنانيين واللبنانيات، واليوم بما أنه نحن اليوم العامي للمرأة، اليوم بس بتسمحي لي حيي كل النساء اللبنانيات وعلى رأسهم يعني الإعلاميات مثل حضرتك، والنساء العاملات بالقطاع الصحي اليوم يلي هن بالواجهة الحرب ضد كورونا، والنساء المعلمات والأساتذة وبكل القطاعات. وأنا بتمنى أنه بالقطاع الاقتصادي والمالي يكون في دور أكبر للمرأة، مثل ما عم نشوف بالدول العربية المجاورة، لأنه أنا مقتنعة أنه مقاربة المرأة للاقتصاد عندها بعد إنساني بضل هو الأهم، لأنه الاقتصاد هو أولا وآخرا مصلحة الفرد بالمجتمع وضرورة حمايته وتأمين ازدهاره وتأمين مستقبل أفضل له ولأبنائه. السيدة عليا المبيض، كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدى مصرف جيفريز انترناشنال، بدي أشكرك كتير على هذه الحلقة الشيقة، وإن شاء الله بتنعاد عليك كمان، وأنه المرأة كمان توصل إلى أعلى المواقع في العالم. اليوم كان كلهم عم بيحيوا جهود المرأة في المجال الاقتصادي. لهون بتخلص حلقتنا اليوم من مانشيت المساء. بدي أرجع جدد شكري للسيدة عليا المبيض، كمان بدي أشكر جوزيف كريم يلي رافقنا على الهندسة الصوتية، دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.